بقرع هذا الجرس يبدأ يوم امتحاني جديد لطلاب الثانوية العامة في مدارس ساحل حضرموت. أكثر من 7000 طالب وطالبة يواصلون منذ نحو أسبوع خوض غمار التنافس لامتياز المرحلة الثانوية والانتقال لمحطة جديدة ومهمة في مسار التعليم في حياتهم، ألا وهي المرحلة الجامعية. الإعداد لهذه الامتحانات سبقتها تحضيرات مبكرة للسلطات التعليمية في مناطق الساحل عبر تجهيز 88 مركزا امتحانيا وتخصيص المئات من الكوادر التربوية للإشراف على العملية الامتحانية. استكمل طلابنا ومعلمينا الخطط الدراسية وفقا والمقررات المحددة لها. يشرف على هذه العملية الامتحانية 1350 كادر تربوي. حضرموت هي المحور الثاني في اليمن فيما يتعلق بوضع الأسئلة، أي كنترول المكلة، والذي يشرف على 7 محافظات، 5 للإقليم الشرقي إضافة إلى محافظتي الجوف ومارب. رهبة الامتحانات والخشية من صعوبة الأسئلة قد تكون من أهم العوامل التي تؤرق بال الطلاب وعائلاتهم، لكنها بالتأكيد ليست الأسباب الوحيدة في ذلك. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تزايدت معدلاتها مؤخرا في مدينة المكلا باتت هي أيضا تشكل هاجسا آخر، ليس فقط لطلاب الثانوية وعائلاتهم بل ولطلاب الكليات الذين يخوضونهم أيضا هذه الأيام امتحاناتهم الجامعية. فانقطاع الكهرباء الذي يستمر في بعض الأوقات لأكثر من 2 أو 3 ساعات خصوصا في ساعات المساء يضعف من قدرة الطلاب على المذاكرة ومراجعة دروسهم. انقطاع التيار الكهربائي يأثر علينا في دراستنا، وخاصة في وقت هذه الامتحانات مع الحر وكثرة الانقطاع. ليضاف إلى كل هذا ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة 85%، مشكلا عبئا آخر على كاهل طلاب المحافظة الساعين ورغم كل ذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى المحافظة والوطن ككل عام. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.